بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة القصص. وكنا قد تكلمنا عن جانب من هذه الدروس المستفادة، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الدروس المستفادة. من هذه الدروس: قد أفلح المؤمنون، وكما قال ربنا سبحانه: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. قد أفلح المؤمنون، وهذه صفة وسلوك المؤمن هو في ملازمة بين الاستغفار والتوبة، وبين رؤية الإيمان دوما، وأن يلازم بين الإيمان والعمل الصالح. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. هذا هو سبيل الفلاح، في أن تلازم بين الاستغفار والتوبة، وبين رؤية الإيمان وتصحيح الإيمان، وكذلك العمل الصالح الملازم لهذا الإيمان، العمل الصالح الملازم لهذا الإيمان. كذلك مما ذكرنا من هذه الدروس: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فربنا سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء بفضله وإحسانه، ويضل من يشاء بعدله وبحكمته. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة الله عز وجل نافذة، وربنا سبحانه وتعالى يجتبي ويصطفي من عباده من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. من الذي يستحق الهداية؟ فربنا سبحانه وتعالى يهديه إلى صراط مستقيم. ومن لا يستحق الهداية؟ فربنا سبحانه وتعالى يضله بعلمه وعدله وحكمته. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. كذلك مما ذكرنا من هذه الدروس: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فربك سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، لا في الأرض ولا في السماء، ما من ذرة إلا ويعلمه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. إنه سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. الإنسان كده دوما يبد أن يكون مستحضرا لهذا المشهد، أنني لا أغيب عن ربي سبحانه وتعالى طرفة عين، سواء كان الإنسان منفردا أو كان في مجموع من الناس، سواء كان بليل أو كان بنهار، أنا لا أغيب عن ربي سبحانه وتعالى. فربك يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهذا هو سبيل تطهير العبد لقلبه لما يكون مستحضرا لهذا المشهد. يبقى من الممكن أن يكون هناك خواطر سيئة بترد في قلب الإنسان، كيف أطرد هذه الخواطر، أو كيف أطهر قلبي من أمثال هذه الخواطر السيئة؟ رؤية العبد أن ربه سبحانه وتعالى يرى، وأن ربه سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبه. فالله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى
إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. يبقى لما أنا هذه الروايات أستصحبها دوما في واقع حياتي هنجد دائما أن أنا أسعى إلى تطهير قلبي من أي خاطرة سيئة من الممكن أن ترد إلى قلبي، ده بالإضافة إلى تطهير الإنسان لظاهري. يبقى أنا لا أهتم بطهارة الظاهر فحسب ولكن أطهر الظاهر والباطن، لأن ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم ما في نفسي، فأنا أستحي من ربي سبحانه وتعالى أن ترد هذه الواردة من الخواطر السيئة ثم تستوطن ذلك القلب، وبالتالي على ذلك لا يدفع العبد أن يطهر ذلك القلب من أي خاطرة من الخواطر السيئة. أيضا فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين، والله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. والله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجع. إن الحكم إلى لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، هذا هو طريق الاستقامة، أن تستقيم على دين الله وأن تستقيم على أمر ربك سبحانه. والذي يعينك على ذلك هو رؤية الآخرة، وأننا جميعا سنبعث من بعد موتنا ثم نعرض على الله تبارك وتعالى، وسبحانه وتعالى يحاسبنا ويجازينا على ما قد قدمنا من أعمال في حياتنا الدنيا. والله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم، هو الحاكم سبحانه وتعالى في الدارين، والحاكم سبحانه وتعالى في الدارين وله الحكم وإليه ترجعون. يبقى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإليه ترجعون. دائما كده يستحضر العبد لمشاهد الآخرة وأنني مسؤول وموقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، فاتقوا النار له بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، كما نبه وأرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما احنا كما يعني بنؤكد دوما آيات كثيرة جدا بتختم بتذكير العبد أن مرجعه وأن مآله إلى رب سبحانه وتعالى، ده مش من باب المعرفة فحسب، ولكن يعني دائما أستصحب هذا الأمر أننا عما قريب سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل سيحاسبنا ويجازينا على ما قدمنا من أعمال، وأن هناك دواوين سطرت علينا من أعمال وأن الله عز وجل أوكل بنا ملائكة، هؤلاء الملائكة يقومون بحفظ عمل العبد، وإن عليكم حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لذلك الإنسان لما تنشأ عليه الدواوين يوم القيامة وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذه قضية لابد أن تكون من القضايا البارزة في القلوب، هذه من القضايا الحية، لابد أن تكون من القضايا الحية في القلوب، نستصحبها دوما أننا عما قريب سنرحل عن الدنيا، سواء سنرحل مع الدنيا أو نرحل قبل الدنيا، ثم بعد ذلك مرجع جميع العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ما في شيء أبدا فعله الإنسان حيخبئه أو أنه أساسا يقوم بمحوه، إلا لو كان في حياة الساعة والعافية في الدنيا وأنه وفق إلى
التوبة والإنابة إلى رب سبحانه وتعالى. أما إذا ختم على العبد وختم على عمل العبد فستجد هذا العمل يوم القيامة والعمل الذي ستحاسب عليه عندما نرجع إلى الله تبارك وتعالى. أيضا ذكرنا من هذه الدروس: قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ قلنا دائما إحنا بنحتاج إلى أن ننظر إلى النعم، ماذا لو سلبت عنك النعمة؟ قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ دايما كده الآيات بتعلمنا بتلفت النظر إلى نعم الرب سبحانه وتعالى. فماذا لو سلبت منك النعمة؟ ماذا لو سلبت منك النعمة؟ يا ترى أنا معيشتي هتكون إزاي؟ يبقى المعيشة يكون شكلها إزاي؟ وضعها إزاي؟ إحنا اعتدنا كده كما ذكرنا، بنعتاد أننا بنرى بعيني وبنسمع بأذني وبتكلم كذلك، أيضا حاسة الشم، حاسة التذوق، كلها حواس موجودة، كلها حواس قائمة به وحواس موجودة. ماذا لو فقدت حاسة من هذه الحواس؟ لو فقدت كده حاسة التذوق، فقدت حاسة الشم، فقدت كده حاسة البصر أو السمع أو الكلام، يا ترى الحال هيكون إزاي؟ ذلك رب سبحانه وتعالى يلفت أنظار العباد إلى ماذا لو سلبت هذه النعمة. تذكير العباد أن هذه نعمة الرب سبحانه وتعالى. الآن إلف الإنسان لنعمة بيغفل عن رؤيتها أنها نعمة، إن غفل عن رؤيتها يبقى هيقصر في شكر الرب سبحانه وتعالى، لأن المطلوب أن أرى نعم عشان أقوم بالواجب مقابل ألا هو عبادة الله سبحانه وتعالى واشكر على نعمائي. لكن لما انا اغفل عن رؤية النعمة فحشكر ربي ازاي سبحانه وتعالى؟ يبقى انا غافل عنها، مش لم اراها. قلنا ده تيجي تلف الانسان للنعمة. احنا نتقلب كده في الليل والنهار ولكن يعني لا نرى ان دي آية، يعني هو دي كأنه امر طبيعي كده، اعتدنا على ذلك الامر، يأتي الليل ثم النهار والنهار يأتي يدفع ذلك الليل وهكذا، الايام بتطوى طيا كده بين ليل ونهار، واحنا نتقلب بين الليل والنهار، لكن يعني لم نرى أنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى كنتيجة إلف الإنسان لهذه الرؤية دون أن يجدد النظر، دون أن يجدد. لكن الآيات بتعلمنا ماذا لو سلبت منك النعمة. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ من إله غير الله يأتيكم به؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. يبقى احنا نعيش في ليل كده مظلم ولا وجود للنهار، لا وجود للشمس ولا للنهار. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ يبقى الليل ده للسكنة، ولذلك وما بكم من نعمة فمن الله ومن رحمة جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، جعل لكم الليل للسكنة والنهار لتبتغوا من فضله للمعاش ولعلكم تشكرون، يعني عشان نعرف نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، دي نعمة من نعم الرب، وهذه من آثار رحمة الرب سبحانه وتعالى بنا، أن جعل الليل والنهار، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الليل للسكنة والنهار لطلب المعاش. إن لك في النهار سبحا طويلة، يبقى النهار ده للمعاش والليل يبقى الليل للسكنة للراحة. يبقى الإنسان مع تعب في طلب المعايش ومع التعب في العمل بالنهار بيأتي الليل للسكنة فبيأوي إلى فراشي، قلنا حتى يذهب ما به من تعب وعناء كنتيجة لطلب المعايش في النهار. فهذا من رحمات الله سبحانه وتعالى. يبقى الليل ده مهيأ للسكنة كده والراحة، والنهار مهيأ للمعيشة. فلو تحولت حياتنا بهذه الصورة أصبحنا نعيش في ظلام حالي كده،
طب مين اللي حياتي بالضياء إلا الرب سبحانه وتعالى؟ فحياة على ذلك لا تطاق. لو كنا بنعيش بنهار كده من غير ليل يبقى حياة لا تطاق أساسا. عشان نعرف هذا من أثار رحمة الرب سبحانه وتعالى أن جعل لنا الليل والنهار، جعل لنا الليل السكنة والنهار لنبتغي بفضله ولعلكم تشكرون. لكن لما احنا هنغفل يبقى على ذلك هنجد إن أنا متى أشكر الرب سبحانه وتعالى وأنا أغفل عن النعمة. يبقى حتى نقول إن الحواس اللي إحنا معانا إحنا بنراهم يبقى لم نفقد البصر بعد، يبقى ما زالت النعمة قائمة بنا أو قائمة معنا. أيضا ما زلت أسمع ما تتكلم به وأنت تسمع ما أتكلم به، فما زالت أيضا نعمة السمع موجودة بنا. فهذا رحمات رب سبحانه وتعالى. ما زلت أستطيع أن أعبر عن مرادي، يعني ما زلت أستطيع أن أعبر، يبقى نعمة الكلام، وبالتالي لم نحرم من هذه النعمة. ماذا لو حرم الإنسان منها؟ يبقى ممكن أسمع لكن لا أقوى على التعبير، أقدرش أعبر عن مرادي ولا عما أريد. فكان رحمة الله سبحانه وتعالى هذه النعمة. لكن طبعا يبقى لما أراها أنها نعمة يبقى لا أستعين بهذه النعمة إلا على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا تستعين بهذه النعمة على معصية رب سبحانه وتعالى. فيبقى القرآن بيعلمنا أن إحنا ماذا لو فقدنا النعمة، ماذا لو فقدنا هذه الحاسة، يا ترى حالنا يكون زي ماذا لو كان حدث هذا الأمر في الكون المحيط بنا فأصبحنا نعيش في ظلمة ولم يكن هناك ضياء ولا نهار، أو بنعيش في نهار ولم يكن هناك ليل للسكنة، يا ترى يعني تتصور حياة تكون إزاي؟ فلذلك الحمد لله، الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى منحنا تلك النعمة. وبندعو الرب سبحانه وتعالى أننا لا نستعين بهذه النعم إلا على ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الدروس التي ذكرناها، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لما تظهر وتنكشف الحقائق هيكون ده مطلب هؤلاء، عندما تنكشف الحقائق ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدة فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. فعلموا أن الحق لله، بس الكلام ده بعد فوات الأوان، يعني بعد فوات الأوان، يبقى بعد فوات الأوان ظهر له ذلك الحق، فعندها آمن. ولكن حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى لذلك يعني احنا في حال الساعة العافية اسعى كده إلى تصحيح الأوضاع، اسعى إلى يعني تسعى إلى تصحيح المسار، يعني قبل أن يختم على عمل الإنسان وتنكشف له الحقائق، لكن بعد فوات الأوان، ولكن بعد فوات الأوان. يعني كما ذكر وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا من ساعات أو أشراط القيامة الكبرى طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها رأى الناس آمنوا جميعا حيث لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قلنا لأن باب التوبة مفتوح ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، يبقى قبل أن تصل الروح كده الحلقوم يعني ما زال باب التوبة مفتوح. إن تاب العبد تاب الله عز وجل عليه، لكن لما يعاين بقى الموقف يأتي ملك الموت وبالتالي يرى مقعده من النار مثلا، أو يرى مقعده من النار، فيرى طبعا هنا نتيجة العمل بتاعه عند ذلك يبقى التوبة، لو تاب لا خلاص، يبقى التوبة هنا يبقى أغلق باب التوبة عن فلان، لأن الروح وصلت إلى الحلقوم وعاين هذا الغيب. يبقى ده كان غيب، إحنا ملك الموت غيب بالنسبة لنا، فإن أتى ملك الموت عند ذلك يبقى لو أرادنا صحيح المسار أرادنا نتوب خلاص، الروح وصلت إلى الحلقوم. وكذلك إذا طلعت شمس المغرب رأى الناس عالموا بقى خلاص دي قيامه، فعند ذلك من آمن في تلك اللحظة لا ينتفع بذلك الإيمان، لأن خلاص لما تطلع الشمس المغرب يغلق باب التوبة، لما تصل روح العقوم يغلق باب التوبة. باب التوبة مفتوح، مفتوح يعني لم يغلق، لم يغلق على الإنسان، لكن عند هذه المواطن يغلق باب التوبة. لذلك إحنا مطلوب إن إحنا نسارع. فعلموا أن الحق لله، بس الكلام ده بعد فات الأوان. يبقى لما تطلع الشمس مغربها ويراها الناس يؤمنون عند ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني خلاص يبقى انكشفت الحقائق،
يعني احنا بنؤمن بالغيب. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر كده ان من الصفات الاساسيه للمؤمنين ايه؟ يؤمنون بالغيب. يبقى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لما الغيب ده يصبح شهاده يبقى خلاص انتهت المساله. احنا المفروض نؤمن بالغيب. اما بيجي يوم من كده احنا بنؤمن من ضمن الغيب اهو الايمان بالملائكه، منها ملك الموت الموكل بقبض ارواح العباد. لما حنراه نقول هو ده، فعند ذلك خلاص ده الغيب لما تحول شهاده. يبقى انتبه، يبقى في هذه الحاله حيختم على دواوين عمل الانسان. فعلموا ان الحق لله. امتى عرفناه؟ وعرفناه احنا في الدنيا كده وان احنا لسه في حال الساعه العافيه، يبقى نستطيع ان نصحح المسار مستعينين بالله سبحانه وتعالى. لكن لو قضي الامر خلاص، وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر هم في غفله وهم لا يؤمنون. أيضا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. دايما كده يعني الإنسان بيستغني عن رب سبحانه وتعالى بعطايا الرب سبحانه. تجد ان ممكن الانسان اللي هو منحه ربنا سبحانه وتعالى مالا او جاها او سلطانا، فبتجد ان يبقى عنده نوع من انواع الطغيان، طغيان مادي كده، طغيان مادي يأمن الى ما معه من هذه الامور. كان منهم قارون، ده نموذج اهو، ده نموذج للطغيان. كيف طغى قارون؟ كنتيجه لغنى قارون. يبقى كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. يبقى تجد هو صوره الاستغناء بتبقى ازاي؟ ان هو منشغل بهذا المال، يعني منشغل بالمال. يبقى ده هذا العبد وكأنه من سلوكياته استغنى عن رب سبحانه وتعالى، فانشغل بذلك المال ولم يطلب الآخرة. لكن احنا كما نبين ونؤكد دوما ان هذا المال ده وسيلة انا اتقرب به الى ربي سبحانه وتعالى. يبقى المال ده مش لامساك المال لصالح نفسي وبالتالي انظر كده ايه الرغبات، ايه الملذات، ايه الشهوات، انفق هذا المال فيما يحقق لي رغباتي وشهواتي. لا، ده اصلا المال ده وسيله انت وانا نتقرب بها الى الله تبارك وتعالى. لذلك حث ربنا سبحانه وتعالى على النفقه، على البذل، على الصدقات. واتوا من مال الله الذي اتاكم وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم. تذكير العبد الدائم كده ان ده المال انت ملكيه المال للانسان ملكيه مجازيه مش حقيقيه. اما المال ملكيته الحقيقيه لله سبحانه وتعالى. اما انت فانت مستخلف فيه. طب اتصرف فيه ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بين لنا كيف نتصرف في هذا المال. إن قارون كان من قوم موسى فباغى عليهم، نوع من أنواع الطغيان، كان نتيجة الطغيان المالي. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قلنا مال وفير جدا، يعني مال وفير، ومال طبعا كل أنواع الأموال، يبقى كل أنواع الأموال، فبتديله نوع من أنواع كده يعني الزهو والعجب بالنفس والاستطالة على خلق الله. دايما كده هتجد ان المال يعني يدخل ذلك الزهو والعجب والكبر داخل النفوس، داخل النفوس. ممكن الانسان لما يتعاظم على الناس بيتعاظم بنعم الرب سبحانه وتعالى، منها المال. فتجد كده نوع من انواع التعاظم، نوع من انواع الكبر، الاستطالة على خلق الله سبحانه وتعالى بما معه من مال. واحنا طبعا بنذكر بسورة الكهف وصاحب الجنتين وكيف تعالى على صاحبه، انا اكثر منك مالا واعز نفرا. يبقى كان بينظر ازاي للمسألة؟ يبقى انت فقير وانا غني، وبالتالي على ذلك هو ينظر في نفسه ان هو افضل من فلان، هو افضل. يبقى انا افضل، هو افضل منه، انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ساعات كده يبقى العجب والزهو والكبر يدخل اليه من ناحيه ان هو من عائله كذا، او ان هو صاحب مركز من المراكز المتقدمه المرموقه، او ان هو من اهل الوجاهه والمال. فكيف ينظر؟ ينظر بعين الازدراء الى الفقراء او الى الضعفاء. لا حد هو يعني لم يعي ان الله سبحانه وتعالى استخلفه بذلك المال لكي يتصرف تصرفات محدده.
يعني انت مش تتصرف ده ما هذا مالي الاكم التكاثر حتى تقول ابن ادم مالي مالي وليس له من مالي الا ما اكل فافنى او لبس فابلى او تصدع فامضى وما سوى ذلك. فذلك انه تريك للناس يموت النهارده يبقى كل المال هيروح الى الورثه يقسم على الورثه. في بقى قولك انت مالي مالي في بقى اين ذهب ذلك المال هو كان سبب لطغيان هذا الانسان والميت بدعوا ايه ثلاثه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرجع اثنان قمعه واحده يتبع الميت ايه اهله ماله عمله يرجع بقى الاهل يرجع والمال يرجع ولا يبقى معك الا العمل. المال ده يرجع يعمل ايه يقسم الزوجه ترجع ايه تتزوج غير ذلك اذن فحاجه يبقى دي كلها هيتبعوا الميت لكن يرجع اثنان قمعه واحده يبقى العمل بتاعك عملت ايه بالمال ده لو انت اساسا عملت المال ده فيما يعود عليك بالمنفعه في الاخره فانت تصب هذا جزء أو تصدق فامضى. لكن لنا أنفقت على الطعام على الشراب على يعني متاع الدنيا خلاص ده خلاص يعني مال مستهلك يا مال مستهلك. لكن المال النافع اللي أنت يعني ادخرته للآخرة هو ده المال الحقيقي بتاعك. فده المال اللي أنت تصدقت به ده المال اللي أنت أقيته هو ده المال اللي أنت ادخرته لهذا اليوم. لكن دايما الأكثرهم المنقلون يوم القيامة يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكثرون هم المقلون يوم القيامة. الأغنياء دولت هي طائفة قليلة جدا هي اللي تتصدق من مالها أو تستعمل من هذه السورة. الأكثرون هم المقلون يوم القيامة إلا من قال بمال كذا وكذا يعني أنفقوا في أوج الخير. وذكرنا أيضا أو نأكل على مفهوم الصحابة رضي الله عنهم أن أولئك الفقراء لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل دثر بالأجور هل غير ذهب الأجور ولماذا قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم تصدقون بفضول أموالهم ما قالوش بقى أن هم دولت يعني بيأكل ما يشتهي يلبس ما يشتهي لغير ذلك لا ده تصدقون بفضول أموالهم. فاللي هو شغلهم دول معاهم مال ويتصدقون وإحنا ليس معنا مال. طب لو كان معاهم مال ما ظنك لو كان معاهم مال هيتصدقوا كما تصدقون عارفين المال ده يستخدم في ايه اصلا انه يستخدم فيما يقرب العبد الى ربه سبحانه وتعالى. لذلك وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وابتغوا فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين وابتغوا فيما اتاك الله الدار الاخره. يبقى كل منح الرب سبحانه وتعالى اصلا انا بستعملها لامر الاخره. والدنيا دي ممر احنا بنقتات مش هي اللي احنا نقف عندها يعني لازم انا اعرف حقيقه الدنيا وحقيقه التعامل معها. هيبقى انظر للدنيا ازاي واحدد كده طريقه التعامل معها طريقه التعامل. فلذلك قالوا له وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يبقى المال ده يعني انت تبلغ به الحاجات لكن اصلا المال ده تفكر كيف افكر في المال كيف افكر افكر ان المال ده زي ما انا اقوم كده اصلي لله سبحانه وتعالى تقربا يبقى عشان الثواب وادفع عن نفسي يعني النار. انت بتصوم من اجل ذلك صدقه كده كمان يبقى ليه تتصدق رجاء الثواب. اتقوا النار ولو بشق تمره تصدقوا فإني وجدت إيه؟ تصدقنا فإني وجدت أكثر النار من كنا. يبقى لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقال لهم تصدقنا صدقة كده يبقى الصدقة كأنها بتبني بينك وبين النار حاجز مانع سد حتى لا توقع النار هذه النفقة. وبالتالي يبقى الصدقات وإحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى الحث والتحريض على الصدقات في مواضع كثيرة. يعني ما سلككم في سقر قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين يعني منها كانوش بيطعموا المسكين. يبقى مالك أنت تستعمله فين في سد حاجات الناس وكذلك أيضا القيام على الأرمل والمسكين إلى غير ذلك مما ذكر ربنا سبحانه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هم بيوجهوه بيصححوا له النظرة. احنا بنحتاج ان احنا نصحح النظرة بس معاك مال المطلوب ان انا اصحح لك النظرة اقول لك المال ده خلي بالك يعني لا تمسك هذا المال لصالحك ولكن انت لابد ان تسعى ان تاخذ خطوات تتقدم بها الى الجنه عن طريق المال. يبقى اوجهك كده اقول لك المال ده اصلا هو لماذا اعطاك الله عز وجل ذلك المال لماذا وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه كلام صريح اهو. وقال واتوا من مال الله الذي اتاكم ما تنساش يعني ما تنساش
يعني عشان الإنسان الطغيان كنتيجة النسيان، قلنا زي الوكيل كده أو الموكل. موكل أعطاك مال لإنفاقي على الفقراء، فأنت وكيل، ما تجيش لحظة من اللحظات تنسى الكلام ده وتظن أن ده المال مالك أنت. لا، هو مش مالك أنت، مستخلف في النفقة، مستخلف فيه، فأعطاك 10,000 جنيه عشان تنفق على المساكين. فأنت ما تنظرش أن المال ده تنسى كده مع طول المدة أن ده مالك أنت وأنت اللي بتصرف في ذلك المال. لا، انت مستخلف فيه، انت وكيل، تتصرف بما يعني بين لك هذا الموكل. ولله المثل الاعلى، فربنا سبحانه وتعالى يذكرنا ان هذا المال على الحقيقه ليس بمالك، ولكن هو واتوه من مال الله الذي اتاكم، وانفقوا مما رزقناكم، وانفقوا مما رزقناكم. تتذكر دائما ده رزق ربك سبحانه وتعالى، هو الذي منحك هذا الامر. طب لماذا منح لي ذلك الامر؟ ايه كيف اتصرف فيه؟ ايه المطلوب؟ القران قال لنا تصرف ازاي، والسنه قالت لنا كيف اتصرف في هذا المال. وانظر ايضا أهل العلم في نصيحتهم لقارون ماذا قالوا له؟ قالوا ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أيضا من هذه أيضا دروس المستفادة، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قال إنما أتيته على علم عندي، يعني انظر إلى الغرور بقى والبغي والطغيان. قال لا، ده أنا بمجهودي وكسبي. وأنت حتى لو كسبت بحرفة، حرفة دي جبتها منين؟ مين اللي علمك الحرفة ده؟ هي أنت أساسا خرجت من بطن أمك لا تعلم شيئا، ليس لك دراية لا بالدنيا ولا بالمهن ولا بالحرف، ما الذي علمك ذلك؟ ربنا سبحانه. يبقى أنت تتذكر فضل الرب سبحانه وتعالى عليك، هذا ذلك فضل الله سبحانه وتعالى عليك. فلذلك قال إنما أتيت على علم عندي، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس المستفادة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.